سبتمبر الداخل من أجل الحصول على تخفيض للناشرين المشاركين من طرف المنظمة والاستفادة من سعر تفضيلي قيمته 45 ألف دينار خارج الرسوم بدلا من 82500 دينار للخيمة التي تتسع ل 15 متر مربع. المبادرة من شأنها جلب أكبر عدد من دور النشر المشاركة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع النشر، وكذا تسهيل وصول الكتاب للتلاميذ المتمدرسين. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ منى فسايحي مدير دار النشر بمنشورات السائحي ورئيس اللجنة الاقتصادية والثقافية بالمنظمة الوطنية لناشري الكتب. أهلا بك سيدي. أهلا بك، شكرا على الاستضافة وشكرا على قبول الدعوة. سيدي، لو تحدثنا قليلا عن حول هذه المبادرة التي قمتم بها أنتم كمنظمة. طيب، قامت المنظمة الوطنية لناشري الكتب بالاتصال بالجهة المنظمة لهذا الصالون وعرض خدماتها المتعلقة بالتواصل مع المهنيين والناشرين لحثهم على المشاركة في هذا الصالون في مقابل الحصول على تخفيضات هامة يستفيد منها كل من يأتي من قبل المنظمة سواء كان عضوا أم لم يكن. فهذا الخطوة قامت بها المنظمة نظرا للظرف الصعب المتأزم الذي يمر به القطاع، والمتوقع أن هذا الشراكة ستحقق لهذا الصالون نجاحا غير مسبوق بالنسبة للدورتين السابقتين التي كانت تسميتها مختلفة نوعا ما عن التسمية الحالية، والمكان تغير، فيعني هنالك سببان لنجاح هذه الدورة. الأول هو الشراكة المقامة مع المنظمة والخدمة التي تقدمها عن طريق التواصل مع المهنيين في مقابل التخفيض الهام. والسبب الثاني هو تغيير مكان المعرض هذا الذي انتقل من رياض الفتح إلى منتزه الصابلات. يعني أستاذ، يعني بدوركم، يعني هل سيتمكن المواطن من الاستفادة من هذه المبادرة؟ يقينا، هذا التخفيض الذي تحصلت عليه المنظمة سيستفيد منه كل الناشرين الذين يأتون من قبل المنظمة حتى وإن لم يكونوا أعضاء فيها. هذا التخفيض يقارب 50% من كلفة المشاركة، ومن الطبيعي أن ينعكس على التخفيضات التي سيقوم بها المشاركون، سيمنحها المشاركون على منتجاتهم، والمستفيد الأول والأخير سيكون المواطن وقدرته الشرائية وبالأخص التلاميذ، يعني المتمدرسين طبعا ونحن في عز الدخول المدرسي. مع العلم أن هذا الصالون يتسع لكل ما له علاقة بالدخول المدرسي من كتب وأدوات مدرسية والتجهيزات مكتبية ذات علاقة بالدراسة وحتى برمجيات. طيب أستاذ، سؤال مهم ووجيز، لو تحدثنا عن التوترات أو الأزمة الاقتصادية التي يمر بها يعني قطاع مهن الكتاب في الجزائر. طيب، مهن الكتاب تعاني منذ سنوات على عكس المتوقع، فنقطة الانطلاق للأزمة كانت الدعم الذي تقدمه الدولة لمهن الكتاب عن طريق صندوق دعم الإبداع والتظاهرات الخاصة التي تنسان عاصمة الثقافة الإسلامية، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. الحقيقة أن الدعم هذا مهم جدا وحيوي للقطاع، على أساس أن الناشر إنما هو شريك لوزارة الثقافة في أداء رسالتها الثقافية، فكما أن هناك مقاولون ينجزون لحساب الدولة منشآت، هناك ناشرون ينجزون لحساب ثقافة الدولة إنتاج فكري يعني يأخذ شكل مادي اللي هو الكتب بمختلف أنواعها. فهذا الدعم وإن كان ضروريا إلا أن السياسة المنتهجة من طرف الوصاية لتوزيع هذا الدعم
كانت تفتقد لدفتر النشر احترافي يحدد المسؤوليات ويحدد الآجال ويحدد الكيفيات ويحدد المعايير. نعم. الشيء الذي نتج عنه انهيار في سوق الكتاب، بحيث أننا رأينا ظهور عدد كبير هائل مهول يساوي أضعاف الناشرين الحقيقيين من الناشرين الموسميين الانتهازيين. هؤلاء فضلا عن مزاحمتهم للناشرين المحترفين في الاستفادة من الدعم الممنوح من طرف الدولة، قاموا بعمل تخريب غالبا غير مقصود، ولكنه لا يمكن أن يوصف إلا بهذا، هو عمل تخريبي لسوق توزيع الكتاب عن طريق بيع الكتب بأقل من سعر الكلفة. هو لما يطبع العدد المعني بالدعم ويسلمه، بقية النسخ يعني تباع دون سعر الكلفة، ما جعل السوق يضطرب اضطرابا كبيرا. هذا من جهة. لكن إذا أردنا أن نشخص ما تعانيه مهن الكتاب من أزمة، يمكن تقسيم هذه الأزمة إلى يعني إرجاحها إلى سببين أساسيين. السبب الأول هو التراجع الملحوظ في القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، والسبب الثاني هو الانحسار الهائل في عدد المكتبات. يعني رسميا إذا تكلمنا عن المكتبات التي لا تشتغل إلا بالكتاب ولا تبيع منتجات أخرى إلى جانب الكتاب، فعدد المكتبات على مستوى الجمهورية قليل، لا يصل إلى 50 مكتبة. يعني تصوري أن مواطن في العاصمة يسكن في حي باب الزوار قد يضطر للتنقل إلى البريد المركزي لاقتناء كتاب، لأنه لا يجد مكتبة في جواره. هذه أزمة كبيرة. هذا تلاحظين أن ما يتعلق بالقدرة الشرائية وما يتعلق بانحصار المكتبات للأسباب الاقتصادية والسوسيوثقافية، هذه كلها أمور تتجاوز قدرة الناشرين مجتمعين فضلا عن منظمة واحدة تمثلهم، تتجاوز قدرة هؤلاء. إذن لابد من تضافر الجهود بين المنظمة وبين الجهات المعنية الرسمية، بدءا بالمركز الوطني للكتاب الذي من مهامه وضع سياسة الدولة في مجال الكتاب ومهنه، ومرورا بكل أجهزة الدولة، وانتهاءا بدور النشر وبالمكتبات. هذا عمل طويل النفس. المنظمة بادرت إلى الاتصال بالجهات المعنية وراسلتهم مرارا وقدمت مقترحات وتصورات، واستطعنا أن نقطع أشواط لا بأس بها، ولكن الأزمة طالت ولا بد من إيجاد حلول ناجعة في آجال قريبة جدا. طيب أستاذ، يعني كيف ترى مستقبل الكتاب في ظل التغيرات التي يمر بها أو التي تشهدها الساحة الثقافية في الجزائر؟ في الحقيقة أراه مستقبلا زاهرا، وإن كان الواقع مخالف تماما، لكن لدينا من المؤشرات ما يسمح لنا بالتفاؤل إلى هذا الحد وإلى أكثر من هذا الحد. لعل أهم هذه المبشرات صدور قانون للكتاب سنة 2015، وإن كان لم يفعل بعد، ولكن بمجرد تفعيله وبمجرد إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض مواده سيتم بشكل تلقائي وسريع نسبيا، يعني لا يتعدى السنتين منذ اللحظة التي يتم فيها تطبيق قانون الكتاب والنصوص التنظيمية المتعلقة بمواده. أتصور أنه في خلال السنتين التاليتين لهذا التطبيق سيتم إعادة تنظيم سوق الكتاب بما يشجع المستثمرين على الاستثمار في مهن الكتاب والمكتبات تحديدا. هذا من جهة. من جهة أخرى، هنالك صناديق وضعتها الدولة لخدمة النشر ومهن الكتاب والإبداع الفكري، جمدت لأسباب ومبررات شتى لكنها غير مقنعة بالنسبة للمهنيين، ولا بد من إعادة تفعيلها، وبمجرد تفعيلها ستتحسن الأمور بشكل ملحوظ. نعم، شكرا لك أستاذ، نكتفي بهذا القدر. تتمة لأخبارنا الثقافية نمر إلى الخبر الموالي،
نظمت